من منا لا يستحضر اللباس التقليدي التونسي في شهر التراث؟ عم محمد يحترف صنع اللباس التقليدي منذ سنين ويشكو من قلة المقبلين على تعلم هذه الحرفة. وتو حاليا يعني خدمت 14 طفلة، فتخرجوا كل عرس وجابوا الاولاد، ماشي ثم خدمه يعني انتهى، فهمتي؟ والخدمه ما شكون يحب يتعلمها؟ لا ما ثماش، لا ما ثماش، ولكن في الديوان القومي للصناعه التقليديه كل شيء يعملوه، الا المدرسه نتاع الخياطه اللباس التقليدي مش موجود، فهمتي؟ في النقش، في كل شيء موجود الا الخياطه مش موجوده، في الجلد ايه بروز جميع الملابس التقليديه، سواء العربي والبلوزه التونسيه وجميع ما فهمني. الجبه التونسيه الاصيله مكلفه صحيح، ولكنها ذات جوده عاليه وغير قابله للمنافسه. بعض هذيك لا ديرتاري، بس لبسه ولوح يخسر في فلوسه زايد هذيك، فهمتي؟ هذيك يعني الجبه باليد هذيا عندها رونق خاص، ماشي نتاع فهمني. الى واحد الاخرى صدقني يمشي يشريها ب 25 30 دينار، ويجيبها لي بصلاحني ب 30000. شوف انت يعني حتى المواطن ساعات مش وعي يعني بالصنعره، يقول لك انا جبه جبه، لا ما تجيش جبه تشدك 20 30 عام. ثم ناس خيطين بجباب عمر عندهم 10 سنين تو، صدقيني 10 سنين كي يجيبها لي تو تبدا كاينه واحد كاين بدات جديده من الاول للاخر باليد. هاي بحذاك معايا ناس اخرى، انا تو هذه كله مطول على هذه كله بليد بليد، كله بليد مش بالمكان. هذا البرنوس وكل احنا الزمني القديم هذا، فهمت؟ اللي ما عادوش. اللباس التقليدي كان ولا يزال حاضرا في المناسبات وحتى كلباس يومي، وخاصة في صفوف الشباب. ما زال اقبال كبير، اقبال كبير. هم اسمي هم توا ما يقول لك في الصيف، شوف انا في الصيف نخدم الجبايب، وفي الشتاء نخدم البرانيس والقشاشيب. ما هي يعني ساعات يقول لك في الصيف ما في الشتاء ما ثماش خدمه، يخدم البرانيس يخدم القشاشيب، حتى هم لباس اجدادنا ولا اه فهمتني اه. فلتتمسك الأجيال بلباس آبائهم وأجدادهم، فاللباس التقليدي ليس فقط جزءا من الهوية التونسية، بل هو كل الهوية بلونيها الأحمر والأبيض.